خلينا دلوقتي نستقبل هاتفيا كابتن طارق يحيى نجم الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مها، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. يعني في البداية عايز اخد يعني رأيك في مباراة مصر ونيجيريا وأداء منتخبنا الوطني، يعني من الناحية الفنية حضرتك شفتها ازاي؟ لا، هو من الناحية الفنية لو في كلام كتير، هي الزمن صراحة قبل كده المباراة فيها دسامة، دسامة في الأخطاء، دسامة أخطاء، يعني كم من الأخطاء ارتكب في هذه المباراة الحقيقة لا يعد ولا يحصر زي ما بقول. يعني ليه بقى؟ أولا هو طبعا يعني أولا طبعا من هارد لك، زعلنا كلنا على أداء المنتخب. أنت ممكن تختاري مباراة عادي جدا، احنا خسرنا في السنغال لو تفتكر 6-0، وأنا كنت موجود في الملعب، كنت موجود في التيم يعني، وخدنا البطولة ايوه خسرت. كنا لكن لسه قايلين في الانترو يا كابتن فعلا. والله فطبعا يعني ما اعتقدش الاداء يوصل لهذا الحد الا اذا كان في تاليف وكان في عك في كل شيء. اولا بدايه التشكيل كان تشكيل يعني خاطئ بشكل كبير في توظيف بعض اللعيبه في غير اماكنها، مما افقدها القدره على الانتاج في الملعب. بمعنى وده هقول لحضرتك بالظبط اللي حصل، لما تلعب باربعه ثلاث ثلاثه يروح حاطط حمدي فتحي في نص الملعب على ارتكاز لاعب رقم سته، ثم محمد النني يحطه على الشمال وتريزيجيه ناحيه اليمين. ده هو كده يعني بعزق نص الملعب، خلى السيطره لنيجيريا تعمل فينا اللي هي عايزه. عشان كده هذا السوق طلع الشوط الاول بهذا المنظر السيء، احنا كنا سيئين جدا 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 الشوط الاول، وكنا سيئين من غير جدا 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 في الشوط الثاني، تحسن اداء سينا لكن كنا سيئين برضه. بمعنى انك انت النهارده لما تيجي تلعب 4 3 3، لا يا سيدي العب مثلا بحمدي فتحي، العب على يمينه احمد سيد زيزو، على شماله مثلا امام عاشور، يبقى انت عندك اثنين لعيبه مواصفات الونجين وفي نفس الوقت عندهم مواصفات نص الملعب، يقدروا يشتغلوا نص ملعب. لكن ما تجيبش تريزيجيه اللي بيلعب وينج شمال تحطه ثالث في نص الملعب، ده تأليف. ما اعرفش الراجل ده بيجرب فينا، هل هو ما وصلش للتشكيل، هو مش عارف قدرات اللعيبه، حاجه من الاثنين، يا اما اللعيبه دي ما بتاخدش حاجه خالص عشان كده بتنزل ملعب بتشوفها المنظر ده، يا اما اللعيبه بتشتغل من دماغها، ملهاش حل ثالث. فانا شايف ان الراجل الحقيقه عمل حاجات، كم اخطاء كتيره جدا، ثم بعد كده فوجئنا لقينا اثناء المباراه بقى راح مطلع مصطفى محمد وينج رايت ودخل محمد صلاح راس حربه. لا ده بيلعب وينج رايت ولا ده بيلعب في بقاله 10 سنين ولا 12 سنه احتراف وسنتر فيرو. ما هي تقريبا ده اكتر تبديل يا كابتن يعني عصب الشعب المصري كله. ما هو انت ما انتش عارف قدرات لعيبتك تبقى كارثه. بالظبط. لو انت عارفها وبتعمل كده تبقى الكارثه اكبر. فاهماني؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه انا النهارده منزل احمد سيد زيزو، ليه؟ علشان يعمل اوفرات وكروسات ويبقى في جبهه ناحيه اليمين. بالظبط. ياخدها احمد سيد زيزو، راح مطلع مصطفى محمد اللي الوحيد اللي بيجيب ضربات الراس، هل هذا يعني ايه الافتكاس اللي بيتعمل ده؟ فكرني مره بمدرب كان ماسك منتخب مصر وانا كنت بسخن، كنت احتياطي، فقال طارق قوم سخن، فلما سخنت فجيت جنبه واقف كده فبيكلم الراجل المساعد بتاعه بدون ذكر اسماء يعني، قال له طارق هينزل يعمل كورسات لجمال، جمال مين؟ جمال عبد الحميد يعني. اها. علشان يجيب جول. فانا جيت على الخط كده لقيت رافعين رقم مين؟ رقم جمال عبد الحميد. والله انت بتنزلني عشان اعمل اوفرات لجمال، تروح مغير جمال عبد الحميد؟ فكرت الموقف ده والله العظيم حصل لي وانا في المنتخب مصر. فبالتالي هو عمل حاجات غريبه، كم من الاخطاء الحقيقه. وخلي بالك، خلي بالك يا مها، ان الاخطاء دي ارتكبت في كاس العرب. ما هي دي بقى اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هي بدايات المباريات السيئه وادراك المشاكل في الشوط الثاني فعلا. ده وكان وقتها بنقول عذره ان هو بيقول ان هو بيجرب، لكن دلوقتي ممكن ما يبقاش في عذر برضه، يعني عشان كده الناس متعصبه. يعني انا هجرب في بطوله زي دي، عايز اخد البطوله، هجرب فيه وانا داخل على مباريات تصفيات كاس العالم رايح جاي مباراتين رايح جاي؟ من المفترض ان انت تكون عرفت امكانيات لعيبتك. انت بقاله قد ايه؟ 3 شهور دلوقتي مستر كيروش ولا كام؟ اربعه شهور، يعني انت خلاص حفظت اللعيبه
حفظت اللعيب. مفهوم. وبعدين فوجئنا باستبعاد طارق حامد. ماشي يا عم، انت ليك فكر وليك دماغ، مفيش مشكله. طب نص الملعب ده يرضي ربنا، نص الملعب السوليه اتعور، فقد نص الملعب مش عايز اقول لك 80% او من قوته باصابه السوليه وعدم ضم طارق حامد، ده 80% من نص ملعب منتخب مصر دي على طول. حقيقة. عشان كده المنظر كان سيء جدا. بعدين انت النهارده ما عندكش عندك مرموش وينج شمال، تريزيجيه ازاي تبدا بيه؟ ناهيك ان انت بادئ مع بادئ بيه في مركز في غير مركزه، تبدا بيه بعد 9 شهور اصابه. الراجل ده بقى له 9 شهور من لما لمس الكوره لعب مع استون فيلا نص ساعه بالظبط بالظبط او تلت ساعه اقل كمان، رحت انت واخده ورميه قدام نيجيريا، حد يقول كده؟ لا طب ما طبعا. انت عندك احمد سيد زيزو حطه في نص الملعب مثلا، وبعدين خالد تريزيجيه تغييره. بس لا هنا هو الحقيقه ضرب اخماس في اسداس، وخلانا بصراحه يعني كنا قاعدين مشفقين على الولاد. الولاد دول مش امكانياتهم يا مها، دي امكانيات حقيقة. منتخب مصر اعلى من كده بكثير. طب شفت أزمته مع ال يعني أزمة مستر كارلوس كيروش مع الجماهير هناك، يعني لما اتعصب على أحد الجماهير هناك الموجودين في الكاميرون؟ ما هو ده بقى ايه حضرتك اللي بيقولوا عليه ايه؟ اللي هو خلاص يعني انت يعني مش عايز اقول لفظ يعني يزعل، لكن مش لاقي حاجه بقى، فراح اشتبك مع جماهير مش لاقي حاجه بقى. ما هو انت يا سيدي انت صاحب فكر، وانت كلنا كمحللين وكمشاهدين للمباريات ولعبنا كوره ولعبنا على مستوى دولي ولعبنا على مستوى افريقي ومرنا انديه وخدنا كل حاجه الحمد لله بفضل الله، وخدنا كل الدورات اللي في الدنيا كلها. اللي بيعمله مستر كروش مش في اي دوره، ما شفتوش في اي دوره ولا شفت في اي كتاب. اللي بيتعمل ده مش خارج، ده ما فيهوش، مش في الكتاب ابدا اللي احنا درسناه واللي اتعلمناه سواء كنا لعيبه او كنا مدربين في الدراسات اللي خدناها. ما ينفعش اقعد اغير في اللعيبه كده باستمرار اماكنها افقد قوه المنتخب. محمد صلاح اتعزل تماما عن نص الملعب. انا لو بلعب بحمدي فتحي وبلعب بيه مثلا في نص الملعب جنبه اقول مين؟ النني اي ايه؟ النني حمدي النني فتحي وحمدي والنني، فتحي. ماشي حمدي فتحي والنني، وقدامهم مش جنبيهم تريزيجيه، على اساس ان انت مش مقتنع بعبد الله السعيد ومش مقتنع ما قدمتش قفشه واوباما. في لعيبه كتيره جدا تستاهل تخش المنتخب والله العظيم، فانت مش مقتنع بدول. طب لعب تريزيجيه تحت راس الحربه، يعني لعب تريزيجيه دخل مرموش يا اخي تحت راس الحربه، ولعب تريزيجيه وينج ليفت، انما تلعب تريزيجيه نص ملعب ناحيه اليمين والنني اللي هو بيقفل لك نص الملعب تلعبه ناحيه الشمال، وتخلي حمدي فتحي في وسط ال نديدي بقى والمجموعه الكبيره دي وسايمون ايه ده؟ الولاد ده احنا حاسين ان نيجيريا دي بنلعب البرازيل يا ما. فانا اتمنى ان الراجل بس يعني. وبعدين انت ما خدتش دروس من كاس العرب، انت كاس العرب كنت دايما تبدا ب 4 3 3 ونعمل اداء سيء تحولها الشوط الثاني ل 4 2 3 1 او 4 3 2 1 فبتكسب، يروح راجع الماتش اللي بعديه عامل 4 3 برضه نفس التشكيل. الله، هو انا ما بتعلمش. طب فين دور الجهاز هو الراجل المعاون؟ يعني الراجل واخدنا في حته. ما انا بقول الجهاز المعاون لا حول ولا قوه. انا بصي انا بقول لك بامانه، انا واثق تماما ان الجهاز الفني المعاون غير راضي عن هذا الكلام، والا لو هم راضيين عن هذا الكلام يبقوا له مغزى بقى، هم بيعيشوا بياكلوا عيش. لكن انا متاكد ان هم مش راضيين، بس ما دورش يتكلموا او بيتكلموا ما بتاخدش برايهم. فاهماني؟ ما ينفعش اللي بيحصل ده. ده منتخب مصر، احنا واخدين البطوله اكتر عدد من الالقاب كاس الامم الافريقيه في مصر. انا اخرج من قطر في كاس العرب؟ لا طبعا. الراجل ده انا قلت كان لازم يمشوه بعد كاس العرب، بس للاسف الشرط الجزائي بقى والافلام اللي اتعملت ما هي كلها. طب بما انك جبت يعني سيره ان رحيل كارلوس كيروش، بيتكلموا ان في ازمه في يعني الشرط الجزائي بتاعه، فعشان كده ده موضوع صعب شويه، فانت هو كمان لازم شفت اللي ده عمل ازاي؟ الشرط الجزائي ده ما هيتحاسب. انا ادفع اعمل 40 مليون جنيه ولا 30 مليون جنيه شرط جزائي؟ والنبي ده كلام؟ في حد في الدنيا يعمل شرط جزائي 35 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ليه يعني هيخترع؟ هو اخترع الذره يا جماعه، حد سفه. ده اهدار بال عام والله العظيم، اقسم بالله. الناس اللي قاعده على الكراسي دي تحس انها ايه يعني بيدبسوا الناس اللي جايين، او يعني بيصدر لك مشكله، او معنى صح مش هتقدر تمشيه عشان انا عايز ده. طب انت عايز ده،
هل انت شفت ان هو له مصلحه يقول لك في الاخر يجي اصل انا مش مطالب اخد كاس امم افريقيه، امال مطالب ايه؟ اصل كاس العالم انا يصلح هو يعني كان مصر دايما او يعني بره في بلد تصريح واخده كاس امم افريقيه في افريقيا، تقول لي مش مطالب اخد كاس افريقيا، امال انت رايح تعمل ايه؟ هو كان بيقول يعني في معظم تصريحاته ان هو بيبص لحاجة اكبر وهي كأس العالم. يا سلام يا سلام، يعني انا لما باخد بروح كاس العالم واخد كاس افريقيا، اه الناس هتبقى فرحانه وكل حاجه، لكن هتبقى زعلانين على كاس افريقيا برضه. بالظبط، ما احنا يعني زعلانين برضه على كأس العرب. بالظبط والله، ما انا بقول لك احنا، انا بقول لك انا لو مسؤول اقسم بالله ما بهزر، انا لو مسؤول اقاله كروش بعد كاس العرب ده على طول لازم. ليه؟ ما ينفعش يا مهل، اللي حصل اللي حصل ده مهزله. وبعدين الناس تقول لك ايه، اصل هو قدم مجموعه كبيره من اللعيبه منتخب مصر. سؤال بس معلش، عشان الناس برضه ايه مش فاهمه حاجه، في بعض الناس بتطلع تفتكس حاجات كده. حضرتك انت لو اي مدرب تاني موجود معهوش المحترفين ولا لعيبه المصري ولا لعيبه الاهلي، هياخد من مين؟ الدوري العام. هو مين اللي متالق في الدوري العام؟ ما احمد رفعت متالق، يبقى انا مدرب اي كلام لو ما خدتش احمد رفعت كاس العرب مثلا. مين تاني؟ مروان حمدي، ما الراجل متالق بعد سموحه. مين تاني؟ ما هم دول اللي كانوا بيلعبوا. طيب كابتن طارق، شايف ازاي طيب مباراة يعني مصر مع غينيا بيساو؟ يعني شايف مباراة صعبة، مباراة سهلة؟ يعني ناخد حذرنا برضو منها، نتعامل معاها ازاي برضو من الناحية الفنية؟ لازم نحترم المنافس ايا كان، ولازم نعمل يعني نهاجم بس شويه، يعني نلعب بكره هجوميه. احنا عمالين نلعب كره طوليه، قالك ايام كوبر كنا بنلعب لصلاح، دلوقتي مش عارفين نلعب لصلاح. فالمفروض ان انت تنظم بعض الجمل التكتيكيه اللي بيها تقدر توصل حسب قدرات لعيبتك، هو ده المدرب الناجح. طيب فانا اتمنى ان احنا لازم نركز كويس قوي. منتخب غينيا برغم ان هو من المنتخبات الغير مصنفه، لكن ما تضمنيش بالظبط. كره القدم ما فيهاش كبير. طيب التشكيل الأمثل من وجهة نظر حضرتك؟ والله خط الظهر يعني هو حتى عمل حاجه غريبه جدا، محمد عبد المنعم راجل مساك، اجيبه باك رايت. طب ما عمر جمال عبد الواحد بيعمل ايه؟ يعني المهم يعني طبعا الشناوي، حجازي والونش، طبعا ما فيش عنده غير ايمن اشرف باك شمال بعد اصابه فتوح، وده طبعا من ضمن اخطاء انه ما خدش باك شمال صريح مع التحسبه اللي مثل هذه الاصابات. ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد مفيش غيره. نص ملعب النني ومعاه حمدي فتحي، قدام النني لازم يكون في عبد الله السعيد، لازم يكون في لعيب عنده حلقه وصل، يقدر يعمل حلقه الوصل ما بين نص الملعب وبين خط خط الفاول. على اليمين محمد صلاح، فيرود مصطفى محمد، تريزيجيه او مرموش واحد فيهم اللي فايق. انا شايف ان تريزيجيه يعني مش فايق قوي، يلعب مرموش فاهماني، بحيث ان هو يبقى ده هو ده 4 2 3 1، ده التيم اللي ممكن جدا يشتغل الماتش اللي جاي بشكل جيد ويعمل طفره هجوميه. ممكن جدا لو انت ما انتش عايز تلعب مثلا عبد الله السعيد، عندك احمد سيد زيزو، حطه مهاجم تحت مثلا يلعب اللي هو الثالث على الوسط بقى، بس الثالث فين؟ على قدام، يلعب زي 10 كده. انما انت بتلعب بثلاثه لعيبه الماتش اللي فات، تمام، الثلاثه بيلعبوا 6، تمام، منهم واحد يعني مش فاهم هو بيعمل ايه، اللي هو تريزيجيه. الاثنين التانيين مكانهم 6. أيوة. احنا شفنا حمدي فتحي بيلعب 8 في الاهلي، تمام، شفنا نني بيلعب 8، الاثنين 6، يا طب تمام ازاي؟ تمام ده. شكرا جدا يا كابتن طارق يحيى، يعني وجهة نظر حضرتك وصلت جدا، وكل اللي حضرتك طبعا اتكلمت فيه هو الصح وهو عين العقل.